لكن كان في شغل بينك وبين المرحوم عمي؟ بأي مجال؟ قصدي شو هو الشغل؟ لا هيدا بده حديث طويل. في قصص علقانة بالشغل من وقت ما توفى عمي الله يرحمه. كنت عم فكر تمضيلي على توكيل يفوضني بإدارة الشركة. اتفقنا أنا وريما نتجوز الجمعة اللي جاي إن شاء الله. الجمعة الجاي؟ أنا ما بحبه. معقول الحكي؟ بعد سنتين من الخطبة؟ قلتي له إنه في شغل بينك وبين عمي. حسب ما شايف إنه الشغل كان خاص. خاص كتير. الشغل بيني وبين عمك منخليه لغير يوم. شيرين؟ أنت بتشتغل هون؟ كيف شفتيه يعني إنه مثل عمه؟ مثل عمه بس على ولد. ما فهمت. أكيد ما رح تفهم. يعني بيعلق بسرعة وبس يعلق فيك تستفيد منه. والله ماني كاينة يا أختي. لما الظن يخيب وايامك تغلط معك يجرح قلبك اغلى حبيب بتنسى وما تفرق معك تعرف لما الظن يخيب وايامك تغلط معك يجرح قلبك اغلى حبيب بتنسى وما تفرق معك مش يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس لكن على كتر الجروح زايد صرخي النار يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس لكن على كترة الجروح زايد صرخي النار زايد صرخي النار تعود قلبي وما في زور لا ازعل ولا زيد هموم تعود قلبي وما في زور لا ازعل ولا زيد هموم شدي رح بتدوم وفي ضحكي بعد الزعل تعلمت كتير تألمت قويت وما عاد انكسر على فشلي مشيت تقدمت ربحت الدنيا بالصبر مش يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس لكن على كترة الجروح زايد صرخي النار مش يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس لكن على كترة الجروح زايد صرخي النار زايد صرخي النار تعود قلبي وما في لزوم لا ازعل ولا زيد هموم تعود قلبي وما في لزوم لا ازعل ولا زيد هموم ما في شد رح بتدوم في ضحكي بعد الزعل وسهلا. شو ما في حدا؟ لسه بكير ما حدا اجى، تفضل. معقول؟ عادي. ما صار وقت الغداء، تفضل. ميرسي. تشربي قهوة؟ أجل. فنجان قهوة على السلامة. شكرا لك لأنك قبلتي تشوفيني. ما بعرف عن جد ما بعرف شو بدي اقول بس حاسس حالي ملبك بس
بصراحة أنا كمان مش عارفة حالي شو عم بعمل هون وليش جيت. هون قالنا الدكتور لازم ما نحط هيدا الاسم بحلقة البحث، ورجع قالنا بعد شهر لا أنا ما قلت هيك شيء. عمر عم تسمعني؟ عفواً شردت. بيك شيء خيي؟ لا لا. طيب برجع بشوفك أنا. هاي عامر. أهلا. شو عامل؟ ولا شيء. قصدي بدي روح أحكي مع الدكتور شوي. طيب هول وصفتني عليهم أمك. شو هول؟ شوية أعشاب بتطلع عنا بالضيعة. أوكي. إذا مشغول خلص أنا بخدهم. لوين؟ لعند أمك. أصلاً اليوم وعدت أشوفها. باي. بدك سكر؟ لا ما بشرب سكر بس تانكيو. شكرا. هيدا سليم انا ما طقته، ما حبيته، شو بدي اعمل؟ معتر سليم شيرين، معتر. سليم معتر؟ كيف بقى؟ كان كثير من الاوقات يجي على الشركه ليثبت نفسه، والمرحوم عادل كان دائما قامعه، كان دائما يكبسه، بس هو معطر. ايه بده كبس وكثير كمان مش شوي. انتبهي شيرين، هو سليم منه هين. ذكي الصبي، ذكي كثير. ذكي؟ سليم خبيث، بتعرف شو يعني خبيث؟ يمكن في شيء منه. ايه صحيح. معك حق. لكن يطلب تفويض من هند؟ ولو؟ لا، في شغله هون شيرين لازم تنتبهي لها كثير منيح. نحن بحاجه لحدا بالشركه ياخذ قرارات، بحاجه لحدا يمضي على الاوراق يمشي الشغل. لا، التفويض مهم. تفويض مهم؟ بس مش سليم؟ مين بدك اياه يكون؟ ما بعرف. نحن شيرين جايين نحكي كل الوقت عن سليم وعن الشغل. اشتقت لك. يلا يلا. شو بك؟ طلب الدليفري انا وجوا. ليك سامية حطهم. طلبت على ذوقي. مش على اساس انا عازمك؟ هلا معقول انت ببيتي وعم تعزمني؟ ما فهمتك. يلا خلينا ناكل، رح اجيب كبايات. اوكي؟ بصراحة أنا ما بعرف شو صار لي أول مرة شفتك فيها. يعني بعرف إن إحنا مولاد صغار، وبعرف مكانتك، وبعرف وضعك. يمكن الوقت غلط، بس في كتير أشياء لازم أحكيها، ما بعرف كيف. لكن ليش عم تعمل هيك؟ لأنه عن جد ما بعرف شو عم بعمل. صدقيني ما بعرف. هند أنا في شيء جواتي ما عم بعرف شو هو. يعني عم حس باشياء من زمان ما حسيتها، ما عم بعرف فسرها، ما عم بعرف سميها. بس يا ناجي، بفتكر لا موقعك ولا موقعي بيسمحوا انه نحن نفكر بهيدي الطريقه. نحن اتنيناتنا واعيين وناضجين، وانا مش من زمان فقدت جوزي واولادي شباب. اكيد انا مني بهيدا الوارد. لهيك بتمنى منك مسيو ناجي انه ننسى كل اللي صار والحكي اللي حكيناه. بالنهايه انا ام،
سمعت عائلتي كتير مهمة وما بريد أبداً يطلع علي حاجة. تأكدي 100% إنه سمعتك بتهمني أكتر من سمعتي بكتير. أنا صار لازم أمشي. باي. شرفتي. حبيبي بصب لك زهورات كتير طيبين وبيفيدوا. هدول اللي جبتهم على؟ ايه. لك شي حبيبي؟ ها؟ لا. طولت عندك؟ بعد ما فلت. كيف؟ ايه. تقبر قلبي هالبنت، شافت المطبخ قايم قاعد، ما قبلت الا لترتبه وتنظفه. كيف ها؟ ولو يا ماما؟ كيف تقبلت عزيزتك المطبخ؟ شو بك امي شو صار لك؟ هي بدها. قلت لها لا بس هي اصرت. بيني وبينك صار بده تنظيف. امي ولا رفيقتي، زميلتي من الجامعه مش اكثر. ما بدها هيك يصير؟ اجت زارتك مره فهمنا. مرتين على راسي وعيني بس تعزل لك المطبخ؟ شو بيك امي ليه نرفزت هيك؟ انت اللي جبتها ولو؟ بعتذر ماما حقك علي ومظبوط انا اللي جبتها لهون. اهلا وسهلا. يلا شوي بخلص من هون وبروح على اوضتك. على اوضتي؟ ايه عامر مرقت من حدا قايمة قاعدة بدها تنظيف. يلا شوي بس وقفي علا بليز. دقيقة بس علا تركي كل شي من ايدك. شو بك عامر؟ ليه عصبت؟ لأنه عم تعمليه مش صح. شو عم بعمل عامر؟ عم ساعد أمك؟ بعرف وميرسي كثير بس الله يخليكي بكفي. ايه بكفي. علا أنت إنسانة كثير منيحة وبعرف إنك بتحبيني بس أنا ما بحبك. بحبك صديقة مش أكتر. نسيت أنه بتحب هيدا اللي مش قريتك. أنا بحب مين ما بدي علا. أوكي؟ أنا حر. علا حبيبتي طولي بالك. علا رجعتني 10 سنين لورا. بحب خجلك. أنا لازم فل على البيت. ليش شو في عندك بالبيت؟ لأنه ماشي بس إنه ما خبرت أمي، قصدي إنه ما خبرتهم رح أتأخر. إيه منيح هلا لو في شي كانوا اتصلوا ما هيك؟ إيه بس إنه صار لازم فل. طيب رح وصلك. لا 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 خلص أنا هلا بروح تاكسي. لا شو بدك تروح بالتاكسي؟ ما سيارتي هون ومن قصدي سوا أصلا. رح خيط ثيابي أوكي؟ لا تعيط على البنت تطفل من هون عم تبكي. معلش امي معلش هيك احسن. احسن عامر؟ ما بدك البنت تجي لهون الا عروي وبالجامعه بدل ما تخليها تطلع هيك. لك اخي امي شو بدي اقول لك؟
بس فتح عيونك وعرف مصلحتك ومين اللي شريك ومين لا. هلا انت انسانه كثير منيحه وبعرف انك بتحبيني، بس انا ما بحبك. بحبك كصديقه مش اكثر. انا بحب مين ما بدي علا، انا حر. نسيت انه بتحب هيدي اللي مش قريتك. انا بحب مين ما بدي علا. بصراحة أنا ما بعرف شو صار لي أول مرة شفتك فيها. في شيء جواتي ما عم بعرف شو هو. يعني عم حس بأشياء من زمان ما حسيتها. ما عم بعرف فسرها. ما عم بعرف سميها. الو الو العجقه، انا عملت حادث وفي حدا خبط لي السياره من ورا. شو انت منيحه؟ طمنيني عنك. لا ما صار لي شيء، انا منيحه. طيب انت وين؟ باي قرنه؟ ما بعرف. اهلا ريما حبيبتي، الغدا جاهز. شبهها غريب. إن شاء الله تكون قصة اجت. إن شاء الله. أهلا وسهلا، الغدا جاهز كمان. شو عم بيصير يا عمي؟ وسامي بعد ما أجا شو هالنهار هيدا؟ غريب. انت منيحة؟ صار لك شيء؟ لا ما صار لي شيء، بس هيدا الزلمة عم يحكي عن وراء وأنا ما معي خبر شيء عن هالوراء. طيب لا تعتلي هم، أنا بتصرف. مرحبا. بس انت تضربها من ورا، يعني انت اللي مستعجل. بس هي وقفت دغري. اذا وقفت دغري بدك شغلتك انك تستنى تعمل لك ترين ثلاثه بعدين بتيجي تلعب من ورا. طيب حبيبي. شكرا يا حبيبي. مشي الحال. كيف يعني؟ شو قلت له؟ اعطيته شيء؟ انت لا تاكلي هم، انا تصرفت. تقدري تسوقي؟ ما بعرف. طيب رح سوق فيك انا ووصلك على البيت. لا ما في داعي، خلص انا بجرب سوق. طيب لك رح امشي وراكي بسيارتي. ما في ضروره عن جد، خلص. ميرسي ناجي. صباح الخير. اهلا. بعدت وراي؟ ايه قالوا لي طلعت برات الشركة. ايه كان عندي شغلة صغيرة عملتها ورجعت. في شيء؟ ما قلت لي. أنت من زمان تعرفها للست شيرين؟ ايه شيرين رفقة قديمة كثير. ما في أحلى من الرفقة القديمة. بس انتبه فريد. ما بدي شيء من شغل الشركة يطلع لبرا. برا؟ أكيد لا. مثل ما عبقول لك. ماشي. ألو؟
مسيو سليم العمر إلك. الله يسلمك. مين معي؟ نحن شركة المرحوم. يمكن مش مخبرك عنا. مش يمكن، أكيد مش مخبرك. شفت ملفك منيح، ماشي حاله. ملف شو؟ وشركة شو؟ الليلة على 11 نطور مني تليفون حدد لك وين حنشوفك. كون ببيروت. في شي سليم؟ قصدي استاذ سليم؟ لا لا. انت ليه بعدك واقف هون؟ يلا شوف شغلك. نصيحة أخي، ما تتطلع لفوق كتير، بتطق رقبتك. نحن اللي مثلنا ما بتحبنا ناس مع مصاري كتير، فهمها؟ لك أخي أمي شو بدي أقول لك، بس فتح عيونك وعرف مصلحتك ومين اللي شريك ومين لا. خلص أنا صرت قريبة من البيت. الحمد لله على سلامتك. ميرسي، عذبتك معي. ولو ما عملنا شيء، بس أرجوكي ست هند، يعني ديري بالك على حالك، وإذا بتحتاجي أي شيء فوراً خبريني. أوكي. باي. انبسطنا اليوم. ايه. شو رأيك نظهر بالليل؟ بالليل؟ ايه منروح على شي نايت كلاب. ما تقلي ما فيك تظهر بالليل. مبلا في. فإذا أنا بدق لك ومنتفق على كل شي، أوكي؟ طيب. رح نتسلى كتير. الحمد لله على السلامة مدام. الله يسلمك. ليك نعيم، أنا ضربت السيارة من ورا، يعني حدا فات فيي من ورا، فخدها على الجراج خلي حدا يصلحها. إيه؟ أوكي. ست هند، الحمد لله على السلامة. شو بيكون كأنك أنت مسافرة؟ لا، إنه ما بتسوقي كرمال هيك. مين قال لك ما بسوق؟ المهم هلا الولاد تغدوا؟ لا ما تغدوا. ليش؟ ما بعرف، ريما وصلت مدير شبهة ليكا بأوضتها. شبهة؟ ما بعرف، وسامي لهلأ بعد ما أجا. يي؟ وست شيرين وصلت مدير شبهة كمان بأوضتها. وشبهة هيدي كمان؟ المهم صحن الأكل؟ إيه أكيد أكيد. بك شيء؟ لا ولا شيء. عم تقلي نعمة انك زعلانة، شو بكي؟ ما في شيء، بس هيك تعبانة شوي. متخانقة مع سليم؟ لا ما شفته اليوم ولا حكينا. طيب قولي لي شو بكي؟ ما في شيء مهم هيك، بس انه هلا بصير منيحة. طيب ما بدك تاكلي؟ مرسي مش هون. طيب حبيبتي ارتاحي. هلا منشوفك، اوكي؟ فلان.
كلثوم شو عم بيصير معك شيرين؟ أخاف بشرفك هنود تركيني هلا. إيه رح أتركك. فحب عمري ابتدت دلوقتي خاف لعمري. مجنونة هالمرة. الله يسعدني. أهلين حبيبي، شو وينك لهلا؟ مرقت شوي عند رفيق درسنا وتسلينا. طيب نحن اتفقنا انك تحكيني اذا بدك تتاخر. اوكي. طيب لا غير سيبك لنتغدى. لا لا مش الحق، اكلت عنده. ست هند الاكل صار على الطاوله. بتعرفي؟ رجعي شيلي انا بطل الي نفس. تفضل. اهلا عصام. كيفك؟ قل لي كيف الشغل، كل شيء منيح؟ الحمد لله، بس هيك في شغله صغيره. تفضل اقعد. الاستاذ سليم طلب جرده حسابات للشركه. ايه وين المشكله؟ انت عندك مشكله بحساباتك؟ في 100,000. 100,000؟ وشو قصتها هيدي ال 100,000؟ هيدي قبل ما يتوفى المرحوم. الاستاذ عادل قال لي تعطيها لعلاء، واجى علاء واخذها. علاء موظف هون يعني؟ الشاب اللي كان يجي اوقات على الشركه مع المرحوم. علاء بيجي مع المرحوم على الشركه. ما عرفته. بس انه هو شو موظف هون وراقه عنا مضي لما اخذ ال 100,000؟ لا. لا بس في الكاميرا. طيب المرحوم ما قال لك لمين بده يسلمهم؟ لوين رايحين؟ تحت اي حساب حطهم؟ عادة لما يجي علاء ياخذ المصاري، تاني نهار كنت اسأل المرحوم وكان يقول لي حطهم تحت اي بند. اه صايرة كذا مرة. طيب هيدا علاء عندك رقمه ولا كمان ما عندك اياه؟ بلا بلا عندي اياه بالمكتب. يلا دقيقة وبجيب لك اياه. في داعي نخبر الأستاذ سليم؟ لا لا ما تخبره. نحن بنحل على السريع. خلص بس أنت جيب لي الرقم. يلا. مرد؟ ارجع برد. ياكل هلا. طيب ما اشوف مين؟ مين يكون؟ برايفت نمبر. برايفت نمبر. طيب ما رد شوف مين؟ شو بيك بتضلك مرعوب؟ رح رد. الو؟ ايه مظبوط علاء. ايه عرفتك استاذ. اهلا وسهلا. علاء فيك تبقى لعندي بكره على الشركه اول معروف؟ ها؟ لا قصدي اكيد طبعا بامر عيونك استاذ اللي بدك اياه. كثير منيح. ناطرك. باي. شو في؟ حلو كثير. ودي اكيد بدهم يسالوني على 100,000، طارت 100,000 تبخرت. خيروه، بركن مش هذا هو الموضوع. والله؟ شو بيكون بدهم يحطوني مدير عام مثلا بدل المرحوم الله يرحم روحه يعني؟ راحت ال 100,000. روق. إذا طلعت قصة مصاري قل لهم أنك رحت عند عادل وعادل بعتك لتعطي المصاري لحدا. خلصنا. وراح يسألوني لمين؟ طيب تعرف شو؟ قل لهم أنك رجعت بالليل لعند عادل وعطيتهم هن. أوكي بصير. سدت نفسي. قول. أنا صرت قدام الفيلا. نعمة
يا نعمه. نعم ستنا. دخلك وينه شيرين؟ برا بشناينه. طيب روحي كفي شغلك. شو لوين حبيبي؟ في عيد ميلاد رفيقي رايحين نعمل له اياه. ليه ما قلت لي قبل؟ هيك رايح بالهديه؟ ما بيصير ماما. امي ما تعتلي هم، مجمعين له مصاري حنشتري له هديه وحده. طيب حبيبي خلي الشوفير يوصلك وينطرك. لا لا لك وين هون ناطرينه هون. اصحابك بالمدرسه بدهم يسوقوا؟ لك لا، خيو الكبير هون، هو بيخدمه هو بيجيبني. طيب انتبع على حالك. ايه اكيد اكيد. مشي لنشوف شيرين شو بها. ما بدي حركات سامي. ايه ايه امي ما تعتلي هم، يلا باي باي. هاتي لنشوف شو قصدك. شفت فريد اليوم. مين فريد؟ اه فريد، فريد تبع الشركة. صح. ايه واذا شفتي فريد يعني اكيد رح تشوفيه. يا زكية فريد، فريد نسيتي انا وفريد؟ اف بس هيدي القصة لها اكتر من 15 سنة. ايه واذا شو يعني؟ بعدك بتحبيه؟ ايه لا بدك تخبريني كل القصة هلا. هاي شو هالجمال هيدا؟ ميرسي. ما كنت عرفتك انه هيك قمر بالبدلة. هلا طلع شو رأيك بفستاني؟ كتير حلو. هلا بتشوفني لما انزل من السيارة. لك يقبرني الخجول انا. رح ننبسط الليلة كتير. ها يعني هيك من اول ما شفنا بعض شو عرفني؟ كأن رجع كل شيء لورا. شوفي كيف هالحكي شيرين؟ انت مرة مجوزة وجوزك ناطرك بسيدني، كيف عم تحكي هالحكي؟ ناطرني؟ هند انت ما بتعرفي شيء. ما فهمت حبيبي. انا وجوزي عم تحكي بالطلاق، لنا شهرين. طلاق؟ ليش؟ شو صار؟ هنود في قصص كتير ماني مخبرتك عنها، وانت اللي فيك بيكفيك وما بتزد لك على قلبك، بس نحنا خلص قصتنا رح تخلص. بس ما عم بفهم ليش انه كنتوا تحبوا بعض. اهلي كانوا يحبوه وهو يحب اهلي، وانا كنت هيك على جنب مثل ما بيقولوا على الهامش. شغلة إلها علاقة بالولاد؟ لا لا ما خاص الولاد، بس كانت حجة مش أكتر. بشرفك كانت تشيليني من هيدا الموضوع، عن جد بيطبق لي على قلبي وبالعيلة نفسي. ليكي شو سمعت اليوم؟ السواق عم بيحكي عن السيارة والجراج والسواقة. أنت ظهرتي اليوم؟ إيه حكي هند، تعرفيني بموت إذا ما عرفت. اليوم الصبح وصلتني بوكي ورد على البيت. من ناجي صح؟ ايه من ناجي. اه لا هيدا داي بدوب. ايه كملي. ولا شي، حكيته قلت له ميرسي واتفقنا انه ما بقى يتصرف هيك تصرفات، بس هو اصر انه يشوفني. ما تقولي لي رحتي شفتي. روقي روقي. شفتي؟ ايه شفته. اه لا بدي الحديث بدل الاول. الباقة نوعة لونه شو مكتوب على الكرت. ايه انه التفاصيل تفاصيل. ايه شو ايه؟ فلت. فهمت انه فلت. ما لحقتها؟ ليه بدي الحقها يا كريم؟ ولو عامر البنت طلعت من عندك عم تبكي، تتركها هيك؟ ولو يا زلمه؟ طب البنت حلوه؟ انه ايه حلوه. انه ايه؟ كريم صدقني انا ما بتهمني البنت اذا حلوه او لا. ايه بعرف بعرف، شوفك هون لما اقول لك شوف هالبنت شو حلوه بتقول لي ايه بس تتصيرني.
نصيحة مني عامر، البنت مبينة بتحبك عن جد وقلت لي حال عليك، ما تروحها من ايدك نصيحة. صعب تلاقي بنت تحبك عن جد بهالايام، وانت بتعرف من الشوفات اللي عم تشوفها هون، صح؟ وهيك ضل وراي لحتى وصلت على مفرق البيت، قلت له ميرسي وفل. شو بك خلصت؟ شو بدك علق يعني؟ اكيد لا، لانه بعرف شو بدك تقولي، بعرفك شيرين. شو؟ هند تتروح تشوفي الزلمه يعني عاجبك؟ لا مش مزبوط هالحكي. كيف يعني مش مزبوط؟ ما كان فيك تحكيه على التليفون وتبهدلي وتخلص الخبريه، بس انت رحتي وقعدتي معه. هند انت اللي عشتيه بحياتك، نسيتي شغله كثير مهمه، انك مره. اي نسيتي، جوزك مات الله يرحمه، ويا اختي مسامحينه بكل شيء عمله فيكي وبهالولاد. خلص، بس انت حياتك ما خلصت. صح ما خلصت، بس عندي ولاد. هو على قصة الولاد هند، انت بتعرفي اكتر وحده انه الولاد رح يكبروا، اليوم معك وبكره لا. اسمعي مني، اعطيه فرصه، منك خسراني شيء. بس خسراني سمعتي، شو بدهن يقولوا العالم؟ شو لازم كل العالم يعرفوا؟ اكتبيها فرد مره بالجريده، مجنونه انت؟ هيدي قصه بينك وبينه، اصلا مش لازم حدا يعرف فيها. ما بعرف يعني، اللي بيسمعك بقول بحبه وميتي فيه كمان. ايه وليه حتى ما تحبيه يعني؟ ليش لا؟ بتعرفي شو الحق علي اني خبرتك؟ يلا هربي هند، هربي مثل كل مرة. يلا تعا نور المحل. مين هيدا؟ شو بدك فيه؟ لا بس انه مش صغير، بتعرفي المحل هون. إذا حدا حكى معك شي كلمة بعت لي إياه. تفضلي. يا تفضل. يلا سامي تعا. مش مثل العادي كاس، هالمرة كاسين. شو بك سامي؟ سامي انسى العالم، انت معي، فهمت؟ بدنا ننبسط الليل كثير. كاسك. قلبك أغلى حبيب بتنسى وما تفرق معاك، تعرف لما الظن يخيب وإيامك تغلط معاك، بيجرح قلبك أغلى حبيب بتنسى وما تفرق معاك. مش يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس، لكن على كتر الجروح زايد صار خي النار. مش يعني منك مجروح كترت الجروح زايد صار خي النار، زايد صار خي النار. تعود قلبي وما في زور لا ازعل ولا زيد هموم، تعود قلبي وما في زور لا ازعل ولا زيد هموم. ما في شدي رح بتدوم وفي ضحكي بعد الزعل،
تعلمت كتير اتألمت قويت وما عاد انكسر على فشلي مشيت اتقدمت ربحت الدنيا بالصبر مش يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس لكن على كتر الجروح زايد صار خين نار مش يعني منك مجروح ولا يعني منك حاسس لكن على كتر الجروح زايد صار خين نار زايد صار خين نار